هنبدأ نكمل دلوقتي على أهم عنصر اللي هو يعتبر العقل المفكر الخاص بنظام إنذار الحريق اللي هو بيسموه FACB. خدنا الاختصار ده من شوية، FACB Fire Alarm Control Panel، هي العقل المفكر اللي بيقدر يعمل موائمة بين وحدات الإدخال اللي هي الحساسات أو الديتكتورز وبين وحدات الإخراج اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي الحاجات اللي بتنفذ اللي بتدي الإشارات نفسها اللي هي الساوندر والبيل والهورن والكلام ده. طيب في نوعين زي ما قلنا من الفاير الارم، نوعين الفاير الارم هم نوعين اللوحة. اللوحة كان في منها زمان نوع اسمه كونفنشنال اللي هو التقليدي، وفي النوع الثاني اللي هو الادريسابل. طيب الكونفنشنال دي كانت بتشتغل ازاي؟ كان بيبقى واصل هنا عندي، بوصل مثلا الطرقه بثلاث اربع غرف او بدور كامل بسميهم زون، تمام؟ باخد كل الديتكتورز دي اللي موجوده في المنطقه دي كلها واروح رايح للوحه، فبالتالي لو حصل فاير انا ما بقدرش احدد، انا مش عارف ده فين وده فين وده فين وده فين. هو بيديني انذار بيقول لي زون رقم واحد كلها بتزمر فيها حريقه، وانا اقعد ادور. يبقى دي اول مشكلة، ان هو كان بيحصل الارم للزون كلها، مفيش حد عارف ديتكتور بعينه والديتكتور ده موجود في الغرفة الفلانية هو ده اللي احنا هنروح نطفيه او نلحق نعمل اكشن عليه. فده كانت مشكلتها، عند حدوث حريق تتلقى لوحة الكنترول اشارة من الكاشف او من وحدة النداء بوجود حريق، وبالتالي ترسل للوحة التحكم، تمام، اشارة بانذار صوتي او ضوئي. الكلام ده ان هو ايه، اي واحد من دول، اي واحد من الديتكتورز دول هيحس بحريق هيدي اشارة للوحة، واللوحة بتاخد اكشن تدي اشارة للساوندر او للبل او للهورن اللي موجود بحيث يبدأ يطلع الاشارات. مشكلتها اللوحات دي بتحمي منطقة معينة او مجال اللي هو كلمة ايه، زون. فكنا احنا بنقسمها زون، اللي طلع جديد ان احنا بنقسم الزون دي، تمام، كل ديتكتور ليه اسم في الزون، فانا بعرف الزون رقم واحد وبعرف كل ديتكتور منهم موجود فين لان انا عملته ادريسابل كومبوننت. اما هنا لو حصل ان اي واحد من الزون ده حصل فيه مشكله، الزون كلها بيقول لك زون واحد فيها مشكله، زون اثنين فيها مشكله، زون ثلاثه وهكذا، تمام. فهنا هو طبعا هو هنا عامل كل زون على لوب زي ما احنا اتكلمنا امس. احنا اهم حاجه في اللوحات اللوب، النمبر اوف لوب، هل اللوحه دي تمام لوب واحده يعني مسار واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، تمام. هنا طبعا كان حاطط كل الديتكتورز على الزون بتاعتي على لوب، وبعد كده حاطط الساوندر اللي هم يعتبر الاوتبوت حاططهم في سيركت لوحديهم. يعني انت لو بصيت ده كله ساوندر، هنا ده كله ساوندر اللي هو البل، تمام. طبعا هنا في النظام القديم كانوا حاجه بيسموها اكسترنال سيجنالينج، وكاتب هنا قدامها اوبشنال اللي هو ايه. في القديم ما كنتش اقدر اتحكم انا في، مش عارف اعمل سيناريوهات، افصل الاسانسير، اشغل مش عارف مراوح الاكزهوست، كل الحاجات دي بدات تدخل من خلال المونيتور موديول والكنترول موديول على الطرف ده، تمام. يبقى انا هنا عندي في الرسمه دي لو انت بصيت المربع ده اللي هو عباره عن مانوال كومبوننت، اقدر اعمل كنترول، اقدر افصل النظام او ادي انذار للنظام يدوي لو انا شايف حريق. طيب والحاجات اللي هي الدائريه دي اللي هي عباره عن سموك ديتكتور والهيت ديتكتور، والرمز ده اللي هو الساوندر، ده النظام الكونفنشنال التقليدي اللي هو القديم تقريبا. ده مش موجود غير في الاماكن الصغيره، واحد عنده مثلا عايز اركب اربعه مثلا ديتكتور، فبيجيبوا له دلوقتي ايه، النظام القديم اللي هو الكونفنشنال. عيوبه، تمام، لما يحصل حريق، تمام، في مكان معين وبيتم تنشيط الديتكتور، تمام، مش هيظهر غير بالمنطقه كامله، هذه ديتكتور المنطقه كامله. طبعا استخدم في المشاريع منخفض التكلفه، واحد يلا عايز يركب حاجه كده يمشي حالك بسرعه معهوش فلوس، واذا كان عدد الحساسات قليل، تمام، يعني انا عندي مثلا 10 حساسات مش هروح اجيب لوحه، تمام، اللي هي الادريسابل، ممكن اجيب لوحه كونفنشنال كده كده العدد صغير. وفي المناطق الغير مهمة ممكن استخدمه في ورشة في صالة، تمام، ان انا اعمل النظام التقليدي او النظام الكونفنشنال. وانا اقول لك يعني تقريبا بنسبة 95% ولا 90% معظم المشاريع اللي احنا بنشتغلها، او حتى لو كانت المشاريع صغيرة، بيجيبوا حاليا الادريسابل فاير الارم. يعني الكونفنشنال تقريبا مش موجود غير في الحاجات البسيطة جدا او في المشاريع الصغيرة جدا بره. الادريسابل ميزتها ان كل واحد من الكومبوننت دي، سواء كان السموك ديتكتور، الهيد ديتكتور، الساوندر، اي حد، وانت بصيت اهو حط سموك ديتكتور وهيد ديتكتور، ومعاهم في نفس اللوب حط ساوندر، ومعاهم حط المانوال كول بوينت، لان الميزه دلوقتي ده بيقي له رقم وده بيقي له رقم وده بيقي له رقم، فهو بالتالي خلاص وعارف ان ده حطه في الطرقه الفلانيه، وده حطه في غرفه المدير، وده حطه في مكتب مش عارف
السكرتارية، وده حطه في مكتب مش عارف نائب المدير، وده حطه في مكتب الموظفين، كل واحد منهم بيقي له رقم وبيقي عارف مكانه بالظبط فين. فلما هيحصل حريق واحد منهم هيتكلم، هيصوت، هيدي إشارة للفاير ألارم كنترول بانل، وبالتالي هبقى أنا عارف مكان الديتكتور ده فين بالظبط. يبقى ميزة الادريسابل فاير الارم، او اللي احنا سميناه بالعربي نظام انذار الحريق الرقمي، او المعنون نظام انذار الحريق المعنون الرقمي، ان انا بدي كل ديتكتور بديله رقم، وبالتالي بعرف المكان بالظبط اللي بيبقى موجود فيه المشكلة، تمام، وبروح لهذا المكان. وده مكان ان انا احط كل الناس ممكن على لوب واحدة، تمام، اهو واحد لوب، واقدر احط مثلا ممكن احط الساوندر هنا على لوب، ممكن افصلهم او لا، ممكن احطهم برضو في لوب تانية. الاكسترنال سيجنالينج برضو دي بتبقى اوبشنال، بس هنا بيبقى شغال من خلال المونيتور موديول والكنترول موديول، ومعظم المشاريع بيبقى فيها طبعا الاكسترنال سيجنالينج، ان هو يقدر يفصل مثلا المراوح، يقدر يشغل الاسانسير، يقدر يفصل الاسانسير اللي هو المصعد، يقدر يفصل لوحة كهرباء، وهكذا من خلال الاكسترنال سيجنالينج. ده الشكل العام في التركيب، ادي اللوحة اهي، تمام، ادي الهورن مثلا، البيل، ادي لوب واحدة اهي، حط هنا مالوال كول بوينت، حط ديتكتورز، تمام، سواء كانت الديتكتورز دي بتعمل ايه، ممكن احط سبيكر كمان، تمام، احطها في اللوب بتاعي. فعمل دول كده اهو، لو انت شايف واضح شكلهم، طلع وراح ولف، حط كومبوننت ورجع، تمام، للنقطة التانية. دي نقطة، ده واحد وده نقطة اتنين، لما النقطتين دول لوب واحد. طيب لو فرعت من نقطة ثلاثة ومشيت وحطيت ديتكتور وحطيت مانيوال كول بوينت وساوندر ومش عارف ايه، وحطيت كل المكونات دي ورحت راجع تاني، يبقى دي اسمها لوب اتنين. يبقى اللوب ان انا باخد من نقطة وبرجع من واحد لاتنين، او من ثلاثة لاربعة، وهكذا. زي ما قلنا شرحنا يمكن امس، خدنا الرسمة دي، ان انا بطلع بنقطتين في اللوب، بوصل كل الديتكتورز، مش هرجع للقصة دي تاني، بوصلها على التوازي. بعد كل مجموعة ديتكتور هنا كاتبها ايه، هو حاطط هنا ده مبنى، واخد ادي اللوحة الانتليجنت فاير الارم كنترول بانل، سماها انتليجنت هنا لان هي ذكية. ذكية فين؟ في ان كل ديتكتور من دول تقدر تعرفه باسمه ومكانه فين، فسماها انتليجنت فاير الارم كنترول بانل. لو انا خدت الفيرست فلور يعني الدور الاول، هو حط كل الدور الاول كل المكونات، ممكن يبقى فيه 10 سموك ديتكتور و20 هيت ديتكتور و15 ساوندر ومثلا 10 مانوال كول بوينت، دول كلهم راح موصلهم وسماهم فيرست فلور الدور الاول. بعد ما خلص الدور الاول، خايف لا يحصل شورت سيركت او تحصل مشكله في الدور الاول تاثر على الثاني، الثاني ياثر على الثالث، الثالث ياثر على الرابع، وهكذا. راح قال لك والله انا كل جزئيه كده احط بعديها ايزوليتور، واحنا خدناه امس بالتفصيل مش هشرحه ثاني. الايزوليتور ده او الايزوليشن عباره عن عزل بيحميني من عمليات الفولتس او الاخطاء اللي بتحصل. الفولت ده بيبقى عباره عن شورت سيركت، فولت يعني خطا وليس فولت اللي هو فرق الجهد، تمام. بيتحط كل مجموعه من الديفايسز على الدور، مثلا ادي الفيرست فلور، بعد كده على السكند فلور حطيت بعديه ايزوليتور، الثيرد فلور، الفورس فلور، ورحت راجع باللوب، يبقى انا عملت دي كلها شباب لوب. انا ممكن اخد دول اخليهم في لوب وارجع، تمام، ممكن اخد كذا دور في لوب واحده مفيش مشاكل، بس انا حاطط في النص بين كل مجموعه والتانيه، ويبقى ممكن في نفس الدور في الفيرست فلور عندي حساسات كتير، احط كل 20 30 حاجه مثلا، احط ايه ايزوليتور بحيث احمي واعمل عزل للمناطق. ولذلك هو كاتب لك، هو يتم توصيل الايزوليتور للفصل بين التقسيمات الجغرافيه، الدور الاول، الدور الثاني، الدور الثالث، وهكذا، تمام. وحاليا معظم المصنعين، تمام، بتصنع كواشف دخان وحراره مدمج فيها، اللي انا قلته برضو امس، ان الحساس نفسه حاليا فيه ايزوليتور، بحيث هو لو حصل فيه مشكله، تمام، بيقدر يفصل نفسه وما بيخليش العطل ده يوصل للديتكتور اللي بعده. يبقى احنا خدنا الايزوليتور.